وفي بيت لحم أيضا تحرص الراهبات في دير الكرمل، وخاصة في هذه الظروف العصيبة الناتجة عن جائحة كورونا، على ممارسة الفرض الإلهي من خلال تلاوة المسبحة الوردية مجتمعات حول كلمة الرب. إلى المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. أسكن في أحشاء أمي وهناك ألتقي حبيبي، فهل أنا بعد يتيمة؟ هل أنا يتيمة؟ إني في أحشاء مريم أمي وجدت الحياة. كيف تكرم أمنا مريم العذراء بشهرها في هذه الأوقات العصيبة؟ وكيف نصلي ونتلو المسبحة الوردية؟ وكيف نشارك روحيا في القداديس؟ كل هذه الأسئلة طرحت على الأخت فريال قراعة من الرهبات الكرمليات في لقاء خاص لنرسات الأردن. أمي وجدت الحياة. الشهر هذا إحنا بنقول العذراء إنها تصلي لأجلنا، تكون معنا دايما زي ما رافقت كل التلاميذ والكنيسة الأولى، وبيصادف السنة هاي كمان نهاية الشهر المريمي مع العنصرة، يعني مع حلول الروح القدس على التلاميذ، وهي كانت هناك بينهم وهي دايما معنا هون بتصلي معنا وبنصلي معها لأنها تكون شفيعة لنا بالسماء. إحنا منصلي المسبحة الوردية تكريم للعذراء إمنا، والمسبحة هي عبارة عن حديث وتأمل في الإنجيل ليوصلنا لنفوت بالروحانية وبكل الفضائل اللي يسوع بيدعينا إلها، لنوصل للوصية اللي هو علمنا إياها إنه أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ففي هذا الدير، دير الكرمل في بيت لحم، تتلى المسبحة الوردية كل مساء يوم في بستان كبير مليء بالزهور وحول مذبح الرب بمجموعات صغيرة، تسبيحا وإكراما لأمنا مريم العذراء. كثير صلوا المسبحة في بيوتهم مع عائلاتهم عن طريق الإنترنت، عن طريق الكنائس اللي كانت تبث لايف، عن طريق البيوت حتى اللي كانوا يعملوا لايف ويحطوا ويصلوا الناس معاهم. يمكن الكنيسة سكرت بس قلوبنا فتحت بمساعدة العذراء وبمساعدة هالصلوات اللي كانت تقام في البيوت. العذراء جمعتنا كمان مرة في البيوت، كمان السنة الماضية كنا نجتمع بشهرها بالكنائس، المرة هاي جمعتنا في بيوتنا ومع عائلاتنا، لأنها أم، هي أم الله، هي أم الكنيسة وهي أمنا. هل أنا بعد يتيمة؟ هل أنا يتيمة؟ إني في أحشاء مريم أمي وجدت الحياة. المسبحة بتتكون من أكثر من سر، عندنا أسرار الفرح، أسرار الحزن، أسرار المجد، وأسرار النور. الأسرار هاي بتفوتنا شوي شوي بعمق هالإنجيل، الإنجيل اللي إحنا منعيشه يوميا بحياتنا. من سر لسر نتعلم كل مرة فضيلة، من فضيلة الطاعة لفضيلة الفقر لفضيلة التواضع لفضيلة بذل الذات، كل الفضائل هاي هي اللي بتكون الحياة المسيحية للشخص. ومن خلال إمنا العذراء نتعلم كل الفضائل هاي زي ما كانت هي تتعلم وزي ما كانت هي تعطي. العذراء كانت تحفظ كل شيء بقلبها وهي صامتة. العذراء قالت للروح القدس نعم وعملت مشيئة الله. العذراء حبلت وجابت مخلص العالم. عن طريق المسبحة احنا بنفوت بكل سر وبكل حدث وبكل قصة في الإنجيل لنعيش معها وفيها ومع يسوع حياة مسيحية، حياة روحانية عالية بتوصلنا لأنه إحنا نكون على مثال إمنا العذراء. لتكن مشيئتك يا رب، ها أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. وجدت الحياة. يسوع تجسد وأجا طفل، وبواسطته صارت عيلة، صار في مريم العذراء، صار في الطفل يسوع، وصار في مريوسف.
وإحنا في بيوتنا موجودين عائلات. لما إحنا بدنا نكرم العذراء ممكن نحط مثال صغير أو صورتها، نعمل زاوية هيك ونصلي معها المسبحة في البيت علشان نلم العيلة من جديد، نلم العيلة في حضن أم العيلة اللي هي العذراء. الأم لما بتصلي مع أولادها بتعلمهم درب القداسة، بتوصلهم لمريم العذراء، واللي بيوصل لمريم العذراء ولا مرة بيضيع، ولا مرة بيضيع، لأنه بصير ابنها زي ما كان يسوع ابنها. بيوتكم هي قلوبكم، ولما بتصلوا فيها بتوجدوا الروح القدس من جديد في قلوبكم. إلى مريم فخلاصكم وحياتكم عند قدمي مريم، عند قدمي مريم أمي وجدت الحياة. إحنا مرقنا بالكورونا، ليش؟ هل كانت الكورونا ضيقة صعبة بالنسبة إلنا؟ ولا هي كانت طريق للنعمة من أول وجديد؟ كثير ناس وصلوا لأنهم يتعرفوا على نفسهم من جديد بهالكورونا، كثير ناس وصلوا لمرحلة أنهم وقفوا مع حالهم. مزبوط إحنا رصلينا ورفعنا ابتهال لربنا أنه يرحمنا، لكن هل بعد ما تروح الكورونا رح نسيب ربنا؟ ولا علمتنا هالكورونا أنه إحنا أكثر وأكثر نتعلق ونصلي لربنا بزيادة؟ ممكن تكون الكورونا مرض، وممكن يكون حشرنا وحطنا ببيوت ضيق علينا بكثير أشياء، لكن كل مكان ضيق علينا كل مقلوبنا من جوا فتحت لتستقبل الحب وتعطي حب أكثر وأكثر. فيش حد ما صلاش، فيش حد ما رفعش ابتهال، فيش حد ما قالش مزمور، فيش حد ما قالش مسبحة رحمة، فيش حد ما قالش مسبحة وردية، الكل صلى، وهذا الشيء كان أضعاف أضعاف من ما كنا أول. بالعكس الكورونا إذا كانت سيء من جهة، كانت من جهة تانية كانت نور، فتحت لنا بواب الصلاة أكثر وأكثر. وهلأ بعد إن شاء الله بتفتح الدنيا رح ننطلق أكثر من للكنايس، رح نكون فعالين أكثر إن شاء الله بكنايسنا بصلواتنا لنحمل تجربتنا هاي للعالم. لو الكنيسة سكرت قلوبنا مفتوحة، حياتنا مفتوحة إليك يا رب، بس تعال واسكن فينا، قلبي مستعد يا الله. والكورونا علمتنا كيف قلوبنا تكون مستعدة ليسوع وللعذراء تسكن فيها. فهل أنا بعد يتيمة؟ هل أنا يتيمة؟ إني في أحشاء مريم أمي وجدت الحياة. رسالتي أنا خلال هالفترة هاي بفترة الكورونا وزمن الكورونا خلتني أتعلم، واللي كل معي كانوا يتابعوني نتعلم قديش قيمة الإنجيل في حياتنا، قديش قيمة الإنجيل في إنه إحنا نعرف الله ونعرف أنفسنا، قديش قيمة الإنجيل في حياتنا العملية، حياتنا اليومية حتى في ضيقاتنا. فأنا من خلال شاشة تيلينيمير بقول للناس كلها هالتجربة، وبقول لهم ما تتركوا الإنجيل، ما تحطوه على الرف ويتعبى غبره، لا، الكلمة هي حياة. وخلال الفترة هاي من زمن الكورونا لمسنا بإيدينا كلمة الله إنها بالفعل حياة، خلتنا نتغير، خلتنا نقرب أكثر ليسوع، خلتنا أكثر وأكثر نعرف الله ونتحد فيه. من خلال هالشاشة بقولكم وبترجاكم حافظوا على الإنجيل في إيديكم، لأنه كلمتنا كانت خلال كل هالفترة خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. خبوا كلامكم، كلام ربنا جواكم، الكلمة هي يسوع، لما بتكون جوا بنصير هياكل الروح القدس. خلوا هالإنجيل دايما بإيديكم في قلبكم في عائلكم يتردد علشان تقدروا توصلوا للملكوت. في هذا الشهر المريمي وفي كل مساء تدعو الكنيسة المؤمنين للقاء العذراء أم المؤمنين لكي يرتل لها أناشيد الفرح والصلاة الوردية وطلبة العذراء والقراءات المخصصة لهذا الشهر حتى وإن كانت في المنازل بسبب جائحة كورونا.
ليظهر المؤمنون عاطفتهم للبتول مريم، وهي بدورها تظهر عاطفة الأمومة لكل من اتخذها شفيعة واحتمى بكنفها في ملجأ الجميع. هو شهر الورود والجمال والحياة والتجدد، فكما أن للورد عطراً وجمالاً، كذلك أمنا مريم العذراء يفوح منها عطر القداسة والشفاعة ليملأ الكنيسة المقدسة والعالم أجمع. بدي أشكر يسوع على كل شيء مرأنا فيه الفترة هاي، على كل شيء وصلنا له بهالضيقة لمعرفة أكثر وأكثر بيسوع. بدي أشكر نورسات على كل شيء بتعمله وكل شيء بتقدمه لإلنا وللعالم المسيحي كله. وبدي أقول إنه الصلاة هي مش بس مجرد إني أصلي بالضيقة، هي دائما تسبيح وشكر وحمد لربنا على كل عطية عم بيعطينا إياها. دائما الصبح قوله يا رب إحنا بنشكرك على كل شيء أنت بتعطينا إياه، وصدقوني ربنا عمره ما بيخلي حاله مديون، دائما بيعطينا أضعاف أضعاف ما بنعطي وما بنصلي. إن شاء الله ربنا دائما بيكون معكم، بيحميكم وبيملاكم من بركته وبركة الروح القدس. آمين. فهل أنا بعد يتيمة؟ هل أنا يتيمة؟ لنورسات مارلين الحدوة من دير الكرمل بيت لحم. أمي وجدت الحياة.